اهلا مشاهدينا من جديد. مشاهدينا ضيفتنا عزيزه جدا على كل الموجودين هنا في استوديو الرياض، ليه؟ لانها من اهل البيت. استاذه ما شاء الله في الكتابه الصحفيه، في الابداع، وقررت بعد خبره 15 سنه انها تطلق اول طبعا عمل ادبي مطبوع لها، وهو معلقون بالامل. اللي قرأ الروايه مشاهدينا اجمعوا على انها اطار سردي جميل جدا يحوي تجربه شخصيه، وربما هي الاقرب طبعا للانسان، اضافه الى طبعا اسرار عن العمل الصحفي والاعلامي. ضيفتنا مشاهدينا هي حبيبتنا في الرياض طبعا، مدام اميمه سلاخ، مسؤوله عن الاعداد في برنامج سيدتي في مكتب الرياض. مساء الخير مدام اميمه، وحياك في سيدتي. اهلا بك يا رني، سعيدين جدا بوجودك. وما شاء الله مثل ما ذكرت 15 سنة من الخبرة بالعمل الصحفي. نرجع شوي للبدايات ونتذكر مع مشاهدينا كيف كانت البداية. البداية كانت صحافة في مجموعة السعودية للأبحاث والنشر، كانت مجلة سيدتي. تعلمت هناك الصحافة وكده، وكنت صحفية، وبعدين بعد كده تحولت لمجلة روتانا، كنت مسؤولة صفحات المجتمع فيها. وبعدين أخذني العمل الإعلامي اللي هو الإعداد التلفزيوني. لقيت انه ممتع، والنتيجه على طول بتشوفيها فوريه. فعجبني لدرجه ان كنت دايما اقول انه الاعداد التلفزيوني عامل زي ممثل المسرح، انه بمجرد ما بيشتغل بتبان نتيجه عمله مباشره، مش محتاج انه يستنى شويه ردود افعاله، وكمان بيفضل فتره طويله الناس ممكن تشوفه على اليوتيوب وكده. أكيد. طيب مدام أميمة، يعني ما شاء الله اللي تابع مواضيعك اللي من خلال كتاباتك طبعا، أو من خلال حتى المواضيع اللي تطرح، ما شاء الله أنت جامعة النقيضين، يعني مواضيع اجتماعية ممكن تكون مواضيع شائكة جدا، وفي المقابل ممكن تكون مواضيع خفيفة جدا وجميلة جدا. الكاتب يعني بغض النظر عن نوعية كتاباته، لكن إذا ركزنا على الكاتب الصحفي أو المعد التلفزيوني، فعلا يقدر يجمع النقيضين ويحس بمتعة بهذا الشيء؟ هو أكيد بيقدر يعمل كده، خاصة لو هو عارف البرنامج عنده هو محتاج إيه. يعني إحنا صعب نكون على وتيرة واحدة أو على فقرات كده معينة تبقى على نفس، لأن المشاهد بيمل، إحنا نفسنا بنمل كمان لما نيجي نعد فقرات متشابهة. بتحس أنه صعب جدا أن أنا أفضل أفرض على المشاهد نوع معين من المواضيع، فبيبقى أفضل أنك تديله تنوع، خاصة المجتمع هو نفسه متنوع. فإيه اللي يمنع أن أنا أظهر تنوع المجتمع من خلال البرنامج نفسه؟ أكيد. ومن خلال هذا التنوع ما شاء الله قررتي أنك طبعا تصدري روايتك معلقون بالأمل. معلقون بالأمل هي ابنك الأول من الناحية الأدبية، وله معزة وظروف خاصة، حدثينا عنها. هي تجربة إنسانية في العموم، وأعتقد أنه ممكن في ناس كتير تحس أنه تكون قريبة من قلبها، لأنه طبيعي أي حد فينا، أنه إن شاء الله الله ما يخلي أحد يفقد أحد. آمين. بس أنه آمين. في حياة كل واحد منا أكيد فقد شيء. يعني مش شرط يكون إنسان، ممكن يكون حلم، ممكن يكون أمنية، ممكن يكون حس معنى كلمة الفقد. المعلقون بالأمل هي شوية بتركز على اللي بنفقده في حياتنا، وانه هل المفروض انه احنا نستسلم للفقد ولا لا، وهل المفروض انه الانسان يؤهل قبل ما يفقد ولا لا. ساعات بحس انه ربنا ما بيديش للناس كلها الصبر لما يفقد، يمكن عشان هو المفروض ما يكونش حدث عادي، هو لازم زي ما بيقولوا يكون حدث جلل او جلل، فعشان يسيب الاثر في البني ادم لازم يكون الفجأة اللي بتحصل فيه. لكن هو بشكل عام الرواية بتقول إنه في حياة بتروح للشخص لما بيروح شخص آخر، يعني بس هو مش بيفقد شخص، هو بيفقد كمان جزء من حياته. بس لكن في إطار إنساني، يعني ممكن البعض يعتبر إنها شوية مؤثرة، لكن اللي في الحياة مش مؤثر، يعني إنه صحيح بديهي إنه يكون كده يعني. طيب أولى كتاباتك اخترتي أنها تكون يعني نابعة من تجربة شخصية. هل برأيك فعلا التجارب الشخصية هي الأقرب أو الأصدق في الوصول للقارئ مثلا أو المشاهد؟ هو أنا لما فكرت أني أكتب الرواية قبليها كنت مفكرة أكتب عمل تاني، بس كنت حاسة أنه كتير أنا مضغوطة بالشأن الشخصي بتاعي، اللي هي الفكرة الرواية اللي معلقون بالأمر، اللي هي تجربتي أنا، التجربة أو فيها جزء كبير من التجربة الشخصية. كنت كل ما أحاول أكتب أحس أن هي وقفالي، يعني هتوديني فين، يعني ازاي هتنسيني او كذا. فلغايه ما قررت، او مش انا اللي قررت بمنتهى الامانه، انه كان خلاص لازم تتكتب، ما عنديش خيار اخر، وفعلا كتبتها. ويمكن كان في صديقه كانت بتقول انه الروايه دي كانت هي محاوله للشفاء، هي فعلا صحيح يعني محاوله للشفاء، وان شاء الله انها تثبت باذن الله. اكيد. طب بالنسبه للروايه ما شاء الله معلقون بالامل، ايش الجزء فعلا الاقرب لك؟
هو الجزء يعني سوري هو شوية المؤلم اللي هو الفصل الثاني، لأنه الفصل الثاني هو كله حقيقي 100%. وكان بيحكي عن 25 يوم داخل غرفة إنعاش، لما تحس إن أنت بتشوف أرواح ناس على سراير مفروض إن هم بين الحياة والموت، وأرواح تانية معلقة دايما أحس إنها أرواح معلقة في سقف، يعني لا هي طايلة سما ولا طايلة أرض. لدرجة وقتها كنت بقول إنه إزاي إنه إحنا بنحط أجهزة مساعدة على التنفس، استغفر الله العظيم. يعني أنا كنت بحس إنه شيء رباني أكتر، إنه إن أحيانا الأجهزة اللي بتساعد على التنفس هي بتساعد على عذاب الآخرين كمان، إن هم بيفضلوا حوالينا بس هم برضو مش حوالينا، يعني حوالينا لكن هم مش موجودين، هم ما بيقدروش يرد عليك. طب فكرتي ان خلال فقدنا او في مرحله فقدنا للشخص، وانا اسفه مضطر اطرح هذه الاسئله، جزء منا بيفقد، اكيد كان في سبب، يعني شو اللي فقدتي ودفعك للكتابه؟ هو انا فقدت جزء عزيز مني، هي اختي، وللاسف هي بنتيجه خطا طبي. كانت مقبله جدا على الحياه، وكانت فاكره انه العمليه دي هي بدايه الحياه بالنسبه لها، لكن سبحان الله بسبب طبيب مش عايزه اقول مرعاش ربنا، لكن اخطا، فسبحان الله كانت النهايه مش البدايه زي ما هي كانت متوقعه. ويمكن ده طول الفتره اللي فاتت وانا بفكر سؤال انا مش لاقيه له اجابه، انه ليه لما الطبيب يخطئ ويكون الثمن حياه بني ادم ليه بيرجع يمارس المهنه تاني؟ صحيح، يفترض يعاقب بعدم منعه من مزاوله المهنه، وخاصه اتمنى هالشيء يصير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، لانه اكيد احنا ارواح اللي حوالينا غاليه علينا، واكيد كل شيء بقدر، بس ولكن احيانا بيكون في اهمال. صحيح، لازم نعترف انه بيكون في اهمال، ولازم حد يدفع الثمن. يعني ليه انا ادفع ثمن عزيز وهو ما يدفعش ثمن ويفضل يكمل، وخاصه اذا كان بيعمل اخطاء طبيه اخرى يعني. نعم، لكن بشكل عام الروايه مش ماساويه، هي الروايه بتفتح الباب كده. هذا اسمحي لي، يعني مثل ما ذكرتي الكتابه او معلقون بالامل هو كان نوع من الشفاء. ايوه صحيح. كيف تشفيتي وش النتيجه اللي حصلنا عليها من الكتاب؟ كيف كانت لان انت انسانه متفائله ما شاء الله، طاقه ايجابيه، كيف حولتيها الى كتابه وانعكست طبعا على القراء والاشخاص اللي حولك؟ يعني انا مش عارفه انا شفيت ولا لا، الله اعلم، بس يمكن حاسه ان في جزء من جوايا طلع، فابتديت احس براحه، لكن اني دايما الراحه الاساسيه بتيجي بعد ما تسامحي. انا مش مسامحه، ودي لسه هي المشكله، عشان كده انا لسه مش حاسه انه شفيت، زي لو انا يحق لي ان اقول ان انا شفيت، لانه انا ما سامحتش المخطئ. وبرضه في نفس الوقت انا عندي طاقه ايجابيه وطبعا مؤمنه جدا، بس انه مش قادره اتعامل مع النقص اللي حصل في جزء من حياتي انا، من اسرتي انا، مش قادره اتعامل معاه، لدرجه انه احيانا انا بحس انه انا مش مصدقه انه ده حصل. يمكن الواحد مفروض يكون اكثر تفاؤل واكثر كذا، وانه ان شاء الله انا بكون اكثر تفاؤل واكثر امل، وان شاء الله بتعداها، لانه زي ما حكيت لك في الاول الاحداث الكبيره اللي بتحصل لنا في الحياه بيكون ربنا عايز يعلمنا شيء قوي كمان. يعني انت مستحيل تجي لك تجربه صعبه جدا لو ما تعلمتيش منها، بيكون مش حقيقي، يعني بيكون انه انت ما تعلمتيش الدرس ازاي رغم انه كان قاسي يعني. فأنا حاسة أني تعلمت منها كثير على المستوى الإنساني، على المستوى الشخصي، بس أنه شفاء. مرة ذكرتي لي مدام أميمة أنك تعلمتي تعيشي اللحظة. أيوة. وتهتمي بشكل كبير بالأشخاص اللي. أيوة. حولك. صح صحيح صح. أنا الآن لما يكون في أشخاص هم فعلا أوروبيين وأنا بحبهم، أنا لازم بقول لهم فعلا إن هم غاليين عندي، ويمكن بكررها كثير. يعني يكفي إن أنت تحس إنه إحنا عاملين زي النور في ثانية بيطفي، فعشان كده أنا بستغل إن اللي حواليا موجودين في النور ده، عشان لا قدر الله أنا أو هما إنه ما أحسش فجأة إن هما مش موجودين. طب هو في كان كلام كتير جواي أنا عايزة أقوله، فعشان كده أنا بقيت حريصة إنه اللي حواليا لازم يعرفوا قد إيه أنا بحبهم، وأنا فعلا كل اللي حواليا أنا بحبهم كلهم. وكلنا بنحبك مدام أميمة. طيب ما شاء الله، طبعا معظم الكتابات الناجحه كانت عباره عن تجارب. أيوة صحيح. وما شاء الله شاهدنا في معرض الكتاب حضورك، ما شاء الله كنت متالقه بشهادة الجميع، كانت اجمل منصه.
كيف كانت هذه اللحظة؟ أنا عارفة أن قبلها كان في توتر كبير. زي دلوقتي كده. أنا من النوع اللي ماليش في المجموعات الكبيرة والحفلات التوقيع والأشياء زي كده. أنا شوية بكون متوترة، لأنه شوية متوترة، أنا شخصية هادية بطبعي يعني. كنت خايفة جدا، بس بصراحة كانت تجربة رائعة، انبسطت فيها خالص، انبسطت بالناس. فعلا كان في ناس كتير، كان في سيدات بييجوا بيسألوا هي بتتكلم عن ايه، كنت اقول شوية هي بتتكلم عن كذا، كانوا يهتموا ان هم يقروها. فكانت تجربة، كل شيء كانت لطيفة، كانت حلوة، انا انبسطت فيها. وحسيت اني كنت خايفة زيادة عن اللزوم يعني، حسيت انه ما كانش الموضوع يستاهل، لانه فرحته بعد كده بيخليكي تنسي اي قلق او اي خوف. وفي ثواني بيتغير، على فكرة الشخص بيتغير احساسه بسرعة من الخوف للاندماج، خلاص بيروح الخوف. له فعلا اي نجاح لازم، حتى وان كنت متمرسة، في خوف. أيوة. هذا طبعا دليل على المسؤولية. أيوة صح. طيب ذكرتي من شوي ان كان في مشروع رواية ثانية أو كتاب ثاني قبل معلقونا في الأمل، لكن كان له سبق يعني، أصر على حضوره. أيوة صح. طب شو القادم مدام أميمة؟ القادم أنا ناوية إن شاء الله أنه يكون خيال بنسبة 90%، لأنه أنا الرواية دي حقيقة بنسبة 90%. فيمكن أنا بتحدى نفسي يعني، أو زي ما بيقولوا الناس، أنه أنا بتمنى أنها تكون فعلا خيال بنسبة كبيرة، وهيكون اختبار لي أنا هل أنا كتبت شيء لأنه بيمسني، ولا أنا عندي ملكة أني أكتب باستمرار. إن شاء الله يكون عندي الملكة أني أكتب باستمرار. إن شاء الله تكوني دائما مستمرة معنا، وإن شاء الله دائما طبعا تتحفينا بهذه الفقرات الجميلة. هل حابين تكوني موجودة معنا طبعا بالإعداد التلفزيوني؟ أكيد طبعا، وشرفانة بكتاباتك. خلنا بس مشاهدينا، في طبعا خلفية الكتاب تدور الأسئلة دورتها الكاملة وتعود دون إجابات، مباشرة تقر العين وتهدئ من روع القلب، فلا يكتمل إدراكك بعالمك بما يشفي غليل عقلك. هذا جزء طبعا مشاهدينا، مثل ما ذكرنا الرواية عبارة عن تجربة شخصية ممزوجة ما بين الواقع والخيال، إضافة طبعا إلى يعني بعض المقتطفات من خبرة 15 سنة ما بين طبعا الصحافة والكتابة. مشاهدينا طبعا مدام أميمة السلاخ، الكاتبة والمؤلفة وصاحبة رواية معلقونا بالأمل، سعيدين دائما بوجودك معنا. وطبعا أكيد مستمرين يا أعزائنا المشاهدين، لكن بعد الفاصل. أكبر يا بلد انت روح في جسد، عشت يا نبض الورد في قلوبنا انت الوحيد. بعزم من حديد شعب اللوم باس شديد.
سندنا بعد رب انت املنا امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وضوع يا ملكنا يا سندنا بعد رب انت املنا امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وضوع سيدتي بعد الفاصل. الأزياء قصة نجاح من السعودية إلى العالم.